بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم زكريا عبد العالي، مهندس برمجيات، ونكمل في هذه الدورة دورة النجياس، ودرس اليوم 11، وهو كيفية الاتصال مع قاعدة البيانات SQL Server. درس اليوم هو مهم جدا. إذا قلنا للاتصال مع قاعدة البيانات هناك الكثير من المكتبات JS التي تسمح لي بالاتصال مع قواعد البيانات. من بين هذه المكتبات هذه المكتبة الصغيرة اسمها MS SQL، هي خاصة بـ SQL Server، و يعني نعمل npm install ونتحصل على هذه الليبراري عن طريق Node.js. وكان حديث دار بيني وبين الأخ رؤوف رحيش الذي هو أيضا يستعمل Node.js مع الفلاتر، وقال لي أن هناك هذه المكتبة لم أكن أعرفها، وهي عملاقة، مكتبة فعلا عملاقة وتتطور، لذلك يعني لابد النظر إليها يعني نوعا ما، لكن هي فيها الكثير من الأمور: MySQL، MongoDB، Postgres، REST، MSSQL، SOAP، Oracle، يعني الكثير من الأمور. إذا هي مكتبة كبيرة جدا، لكن لا داعي، يعني نحن نريد مكتبة بسيطة للاتصال مع قاعدة بيانات SQL Server، تنفيذ استعلامات، تنفيذ إجراءات مخصصة ويكفي. لكن إذا كنا نعمل على ملتي بلاتفورم، أين هناك عدد كبير من قواعد البيانات، أوراكل في سيرفر، وأسكيل سيرفر في وأسكيل سيرفر في سيرفر آخر، هنا ممكن يعني نستعمل مكتبات عملاقة مثل هذه المكتبة. المهم هناك مكتبتين والكثير، هناك الكثير من المكتبات، لكن هذه هي صغيرة، ومن الاسم يعني اسم هذا موكلي خاص بميكروسوفت أسكيل سيرفر. إذا قلت أن لابد أن تكون يعني مايكروسوفت لديها يعني يد في هذه في هذا الأمر، لذلك الاسم هذا اسم كلي خاص بمايكروسوفت. إذا لست أدري من قام بإنشاء هذه المكتبة. المهم الكثير من المستعملين هذه المكتبة يعني راحتها في الفوروم أو المنتديات، ومعمولة ثلاث إطوال يعني طراز إطوال بور MS SQL. إذا سنستعمل هذه المكتبة، سنبدأ مباشرة. إذا أول شيء هو تثبيتها، كيفية تثبيت npm install ms sql. نذهب إلى البروجكت، آخر بروجكت الذي قمنا به الذي أضفنا له سواجر هو البروجكت رقم 6. أنا فتحت مشروع جديد سميته رقم 7، ووضعت عملت كوبي كولي للسورس في هذا الملف app.js. إذا نذهب إلى تيرمينال، ونقوم بعملية انستال. انا قمت بتثبيتها، لا اقوم بتثبيت مرة ثانية. المهم قمت بتثبيت هذه المكتبة، سأعمل كالعادة var. هناك من يعمل const، هناك من يعمل let، هناك من يعمل var. هو الحقيقة يعني لحد الان لم اعرف يعني ايهما افضل، كل واحدة يعني نعرف ماذا تفعل، لكن أيهما أفضل؟ أن هل نستعمل const؟ أنا يعني لو يعني نظريا حسب عقليتي أن const هو الأحسن، لأننا هنا لا نغير في هذا المتغير، هذه المتغيرات لا نغير فيها، إذا من الأحسن أن نستعمل const. لكن سأبحث قبل أن أتكلم، يعني هذا مجرد يعني رأي، لكن ليس عندي يعني دليل واضح، سأبحث الموضوع إن شاء الله. اوكي وضعت السورس في مكان ما هنا، اول شيء هو طلب المكتبه كالعاده، يوزينج او امبورت او كما تحبون ان تسموه. المهم نريد فتح المكتبه MS SQL التي ثبتناها على في هذا على Node.js او الام بي ام، سميتها هذا المتغير سميته SQL. اوكي فتحت المكتبه الان ساقوم بتغيير get هذه الميثود، هذه الميثود سأقوم بالتغيير فيها. هنا كما تلاحظين const يعني كنت أعرض object JavaScript ثم أحوله إلى JSON وأعرضه على المتصفح. سأحذف هذا وسأقوم بعرض الداتا، هذا الداتا التي تأتيني من قواعد البيانات. إذا أريد الاتصال بهذا النوع من قواعد البيانات اللي هي SQL Server. عندي جدول هنا كما تلاحظون، هذا المشروع قمنا به في دروس ديف اكسبريس، هو عبارة عن موقع يعرض الفيديوهات ومن قام بالفيديو وبعض المعلومات، إذن وعنوان موضوع الفيديو وإلى آخره.
إذن سأتصل بفيديو وهذه هذا الجدول وهذه القاعدة البيانات وهذا السيرفر. شيء مهم جدا الذي وجدت فيه مشاكل أن هذه SQL Express، هذا الإصدار لـ SQL Express، والـ SQL Express كما تلاحظون لو أريد الاتصال به في بداية الأمر يعطينا ويندوز اثنتيفيكاسيون، يعني الاثنتيفيكاسيون ويندوز وليس عن طريق الريزو يعني تي سي بي. هذا الاثنتيفيكاسيون ويندوز هذه عندما نعمل هكذا لا ليس عندي مود باس، ليس عندي اسم كلمه مرور، لذلك وجدت مشكل في الاتصال بهذه الطريقه. لذلك ساعطيكم، اما في اس كيو العادي اس كيو سيرفر العادي ليس مشاكل لاننا عندي يوزر وباسورد، جربتها في العمل بدون مشاكل، هذه المكتبة بدون مشاكل، لكن وجدت الحل في هذا الموضوع وسأشرحه لكم إن شاء الله. إذا سأبدأ بالكود أولا. نريد الاتصال مع قاعدة البيانات. أول حاجة إذا هو إضافة مثل في الدوت نت، عفوا الحمد لله شكرا، مثل في الدوت نت هناك الكونفيج ويب كونفيج، يعني في الويب كونفيج نعمل كونكشن سترينج. هنا ايضا في لابد من الكونكشن سترينج، سميته كونفيج، عندي فاريابل او كونست سميته كونفيج. اليوزر اذا قلنا ليس عندي يوزر وليس عندي باسورد، فقط عندي اسم السيرفر واسم قاعده البيانات. اوكي هكذا لا يشتغل، مع انه يعني هذا هو، يعني هذا هو الاسم وليس عندي باسورد، ليس عندي يوزر، اذا هذا هو الاسم، لكن هكذا لا نستطيع الربط. الفكره هي اننا اول شيء عندما تكون اسكيل اكسبرس، لكن عندما يكون عندك اسكيل العادي يتطلب منك كلمه مرور واسم اليوزر او المستخدم، وهذا ليس مشكل. حتى في اكسبرس اذا كان عندك كلمه مرور واسم المستخدم ليس هناك مشكل. اذا المشكل كيف عندما تكون لم تنشئ بعد اليوزر. إذا سنقوم بإضافة يوزر، هذا اليوزر كما تلاحظون أني قمت بإنشائه هو SA وكلمة المرور الخاصة بي، وأستطيع الوصول إلى SQL Server Express عن طريق هذا اليوزر. إذا كيف قمت بذلك؟ سنرجع إلى الأدمن، يعني Identification عادية، نذهب إلى Security ونذهب إلى Login، وهنا نضيف سواء Add New أو نغير SA الموجودة هنا. أنا قمت بالتغيير فقط في SA، فعلتها ووضعت كلمة مرور وحددت الجدول الذي سأعمل عليه. هذا كل شيء هنا. أنا يعني وجدت صور في جنرال، ذهبت إلى SA ووضعت كلمة مرور، هذا أول شيء. الثاني ذهبت إلى Service TCP IP ووضعت Address IP عفوا Address Port لـ TCP Port الخاص بالـ SQL بروتوكول SQL Express. إذا بعد ما أنشأنا هذا اليوزر ذهبت إلى مانجر وذهبت إلى SQL Express. يعني بصعوبة كبيرة حتى وجدت الحل يعني. ثم ذهبت إلى TCP/IP وضعت Enable، أول شيء هو تفعيل هذه الخاصية. ثم وضعت هنا عند النقر على IP Address وضعت Port 1433. هذا في البداية كان يعني وجدته في الدوكيومنتاسيون، أحد الدوكيومنتاسيون أو أحد الحلول التي فيها على الويب، ثم نزعت هذا فاشتغل الأمر. يعني ليس بالنسبة لي ليس ضروري، يعني ربما أنت بالنسبة لك ضروري. المهم الهدف الأساسي هو تفعيل الـ TCP/IP. لماذا؟ لأننا بعدين سنفعل آخر شيء هو تفعيل SQL Server Browser. هذا لو نفعل تي سي بي بي لم يتفعل عندي. إذا كيف ذلك؟ أيضا تذهب إلى
حجر. ونضغط بزر الأيمن ثم نعمل ستارت. هكذا إذا أنشأنا اليوزر، عملنا ستارت للـ SQL Browser وكل هذه الأمور، ثم نعمل ديكونيكتي. أنا أعدت تشغيل الجهاز وإلا لم تشتغل عندي أيضا بدون تشغيل الجهاز، مع أني ذهبت إلى سيرفيس هنا وأعدت تشغيل كل الـ SQL لكن لم يشتغل. لكن عند إعادة تشغيل الجهاز ثم ذهبت إلى الإيدنتيفيكاسيون هذه ثم عملت المود باس، وكما تلاحظون يشتغل. هذه الطريقة التي وجدتها في حلول مختلفة، يعني مزجت قمت بمزج 2 أو 3 حلول مع بعض لكي تحصلت على هذا الحل. أوكي، الآن نذهب إلى سورس. قلت بعد إنشاء الكونفيغوراسيون نضيف كلمة المرور والباسورد هكذا، اسم قاعدة البيانات، ثم كما تلاحظون هذا البورت أضفته ثم نزعته واشتغل عندي الأمر. يعني ليس هذا أنا بالنسبة لي ليس ضروري. بعدين بعدما أنشأت variable أو const من بهذه البارامترات، لابد أن نعمل كونيكسيون. الكونيكسيون ستكون هنا في البروسيدير، في هذه الميثود اللي هي get all user. إذا في get all user أول شيء هو نفتح اتصال. إذا كبرت الخط، هذه الكونفيج يوزر باسورد سيرفر داتابيس، كما تلاحظون هنا سلاش سلاش في الاس كيو سيرفر سلاش واحد او انتي سلاش سلاش انتي سلاش، لكن هنا سلاش سلاش 2. اوكي، ثم فتحت كون، انشات متغيره اسمها كون، ثم قلت نيو اس كيو ال كون، يعني اس كيو ال هذا هو الاوبجكت الذي او المكتبه التي احضرناها به هذه الميثود اللي هي كونكت، التي بين قوسين اعطي لها بارامتر اللي هو كونفيج. هذا الكونفيج اللي فيه البارامترات الاس كيو ال او الاتصال بالقاعده او الكونكشن سترينج كما نسميها، ثم الايرور في شكل كول باك ميثود. يعني عندما يصير ايرور ضع الناتج في ايرور، كلمه ايرور. اذا كانت ايرور موجوده يعني ديفيرنت نيل او ديفيرنت اندفاين، اذا اكتب لي الريزلت عن طريق في الواجهه، اكتب ايرور. اوكي، حولها الى جوسون واكتب، والا else else اكتب لي connection is okay، ثم هذه في الكونسول يعني فقط لا داعي منها. اذا لو حدث خطأ حدث خطأ، والا سيعمل مثل ما عملنا هنا con، هذا الكون SQL connect، هذا المتغيرة هذه اللي هي result هي التي تأخذ الكونيكسيون بعد الاتصال. عندما يكون الاتصال صحيح ستعمل query con، هذا query لتنفيذ query لتنفيذ استعلام select from video مثلا. ثم عندي method فيها بارامترين هي error و data. الايرور بمثله مثل ما قمنا في المثال الأول، إذا كان حدث خطأ في الاستعلام، الجدول غير موجود، خطأ في الاستعلام إلى آخره، سيرجع لك خطأ. أما إذا لم يرجع لك خطأ فهذا يعني أنه اشتغل السيلكت بنجاح وأعطاك النتيجة في شكل data record set. الداتا هي object وريكورد set هو جدول لجميع السجلات، لذلك وصلت إلى data record set. رسمت كل شيء في شكل جيزون على المتصفح. إذا هذا كل شيء، هذا كل شيء. سنجرب الآن ألس، هذه الخاصة بالألس بالإف، وهذه أين هي؟
ننفذ الآن. لوكالهوست، وكما تلاحظون اشتغلت وأعطتني النتيجة. نذهب إلى جيزون فيو أونلاين، الموقع الذي أفضله لتجربة أو رؤية الجيزون بطريقة جيدة. كما تلاحظون هذا السجل رقم 1، السجل رقم 2، السجل رقم 3، فيديو اي دي، نيم، URL، يعني هذا كل هذا موجود في قواعد البيانات. السجل رقم 4، هذه هي عبارة عن select from video، يعني لو ذهبت إلى قاعدة البيانات وذهبت إلى فيديو وعملت select سأتحصل على نفس النتيجة. متلاحظون هذا عن استعلام، كيفية عمل استعمال select delete insert إلى آخره عن طريق con query، والcon هو SQL connection أو SQL connect. الآن نريد أن ننفذ إجراء مخزن، كيف يتم ذلك؟ وضعت الكود أيضا هنا. إذن لتنفيذ إجراء هي execute مثل الـ SQL، يعني execute، لكن أين هي؟ هي في request. إذن con request في شكل method ثم execute. أوكي، execute ماذا؟ اسم الإجراء المخزن، مثلا هنا select all video الموجودة في الـ SQL، select all video، هذه هي. لو نفذناها ستقوم بعمل select it all from view video، وهذه النتيجة. أوكي، إذن قلت له execute مثل السابق error والداتا، إذا تحصلت على الداتا عرض ريكوردسات الموجود في الداتا. هذا كل شيء، طريقة سهلة ومفهومة. يعني إذا كانت error اكتب error، إذا لم تجد error أعطيني الناتج. ولتنفيذ استعلام procedure stocky بهذه الطريقة، con request execute واسم الإجراء المخزن، نحفظ وننفذ وظهرت النتيجة كما تلاحظون. بما أنها view أعطاني سجلات بكمية كبيرة أكبر. كما تلاحظون هذا السجل رقم 1، هذا السجل رقم 2، لأن معلومات الأستاذ هنا هو الشمال معلومات الأستاذ. كما تلاحظون هذه السجلات. أوكي، هذا عن تنفيذ إجراء مخزن. لكن الآن كيف أرسل بارامتر للإجراء المخزن؟ مثلا أريد select by id، هل هناك select by id، select by tag، select row، select row. select row يطلب مني id video id، و إذا كان الفيديو اي دي يقال مثلا 1 يعطيني فيديو رقم 1، إذا كان رقم 2 يعطيني فيديو رقم 2. أوكي، سنجرب هذا. كالعادة وضعت الكود، هو نفسه يعني فقط نضيف بارامتر. إذن request سأضيف لها input، input يعني سأضيف بارامترات لهذه الـ procedure stocky لنفذها عن طريق execute. إذن input id video، هذا اسم البارامتر، لازم أن يكون بنفس الاسم الموجود هنا id video، و التيب هو من نوع int، وهذا إذا يكون متغيرة أو ثابت مثل نجرب فقط، لذلك وضعت رقم. اوكي، الان نجرب لان الباقي واضح، يعني نفس الطريقه. بما انه ريزلت هو لا داعي للداتا سيت، لان الريزلت سيكون جدول واحد، يعني داتا واحده. سنلاحظ ما هو موجود، نسيت ما هو موجود، ريكورد سيت بدون الاس اظن. ننفذ
وكمصلح أيضا هذه النتيجة. لا هي ريكورد سيت بالاس، اوكي يعني نفس الشيء. نعم ريكورد سيت بالاس، وهي جدول لماذا كرره؟ يعني بما انها سجل واحد موجود هو مكرر في ريكورد سيت، وريكورد سيت بالاس هو كل ناتج نستطيع الوصول اليه عن طريق ريكورد سيت عادي مثل الاول. كما تلاحظون هو سجل واحد به البيانات، أرسلت له رقم 2 أعطاني رقم 2، لو أرسل له رقم 3 سيعطيني السجل رقم 3 كما تلاحظون. إذا تعلمنا اليوم كيفية تنفيذ إجراء مخزن ببارامتر، تنفيذ إجراء مخزن بدون بارامتر، تنفيذ استعلام select، ونستطيع بطبيعة الحال عمل delete insert أي استعلام، وتنفيذ أيضا السواجر في الدرس الفارض، وتنفيذ سيرفر the rest في النجياس في الدروس السابقة. إذا كله الآن استطعنا عمل ويب أبي، نستطيع يعني بالويب هذه الأبي عمل الكوتي باك اند بسهولة. يعني هذه الويب أبي الاتصال مع قاعدة البيانات، عرض جميع الميثودات في سواير، إذا الكليونت سيستطيع الوصول إلى الداتا بسهولة، ولذلك لأنها تعطينا جيزون في الناتج لأنه ريستفول. ونستطيع عمل موقع أو تطبيق سطح مكتب أو موبايل بكل سهولة كوتي باكاند بالنت جي اس. وإلى درس قادم إن شاء الله سنتعلم أمور جديدة إن شاء الله بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.